قدم فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني صباح اليوم تعازي الشعب الموريتاني وحكومته وتعازيه شخصيا لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ومن خلاله إلى الشعب الكويتي الشقيق وحكومته في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح الذي انتقل إلى رحمة الله مؤخرا. وشكر صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت الشقيقة بهذه المناسبة فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني على مشاعره الطيبة إزاء دولة الكويت وشعبها، ويعكس حرص رئيس الجمهورية على تقديم التعازي شخصيا في وفاة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، عرفان موريتانيا بالجميل لدور المغفور له في خدمة الإنسانية جمعاء ودعم جهود التنمية في موريتانيا من أجل ازدهارها. وقد وصل فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني صباح اليوم إلى المطار الأميري بالكويت في مستهل زيارة لدولة الكويت، واستقبل فخامة رئيس الجمهورية لدى وصوله من طرف صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت محاطا بعدد من أعضاء الحكومة الكويتية ومسؤولي الديوان الأميري. وبعد استعراض تشكيلات من مراسم الشرف الأميري، أجرى القائدان مباحثات بقاعة كبار الزوار بمطار الكويت الدولي. وكان فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني قد غادر العاصمة أمس متوجها إلى دولة الكويت الشقيقة، وودع فخامة رئيس الجمهورية لدى مغادرته مطار نواكشوط الدولي أم التونسي من طرف معالي الوزير الأول السيد محمد البلال ومعالي الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية ومعالي الوزيرة المستشارة برئاسة الجمهورية ووزيري الدفاع الوطني والداخلية مركزية وقائد الأركان الخاصة لرئيس الجمهورية والمديرة المساعدة لديوان رئيس الجمهورية ووالي نواكشوط الغربية ورئيسة المجلس الجهوي لجهة نواكشوط وسفير دولة الكويت المعتمد ببلادنا. ويرافق رئيس الجمهورية في هذا السفر وفد مهم يضم كل من إسماعيل ولد الشيخ أحمد وزير الخارجية والتعاون والموريتانيين في الخارج، الداهو الأعمر طالب وزير التوجيه الإسلامي والتعليم الأصلي، محمد أحمد والمحمد الأمين مدير ديوان رئيس الجمهورية، محمد ولد الدا رئيس سفير الجمهورية.